السلام عليكم. شفت لكم سبونسور ديال هذا الفيديو هذا اللي هو وان اكس باش غدا نلعبوا ماتش ديال الانتر واتلانتا. كود برومو هو هنايا، لك شي انتريسي دخل ليه ليا في ديسكريبسيون ان شاء الله. والي تمك شابة. وانقلش على خوت سمع شو شم هرب دابا شوف ما كاين لا فكاك لا والو، هذا العقشي في الاول لقيتيه ساي تلعب انا بين عرفك كاين بين ليه ها كان قاعد فرقع. شوف والله تخل تحرقوا كاملين بالله. ظلام الليل فوق السما ونشوف يا القلب حزين والنوم طار من العيون يا نشوف الوقت صعاب وحياشي ولا جديد لا لا فاميلا اصحاب عايش فيها وحيد يا عمرنا غادي غير شمع وكدوم يا عايش عادي وراضي في الزمن ما بقاش النيايا وبقى غير العيب في الزمن ولاش الصحبه كاتش
شاشة قاسم في الجيل يا صلي ولبي دعواش الإسلام يفرج ربي مهما طال الحال دنيا غدارة شحالك فيك تعيش من عام دنيا يا خسارة ما فيها الأمان ما بقى الأمان يا أما ما بقى الأمان هادي عوام وأنا ندفع في الشام عندي والو الشام عندي والو الشام عندي والو عندي والو الشام Oh my god! Oh, what the fuck is this? Fuck! شوف جاي دقع كتشوش حق روح للدرويش اللي باغي يجيب بدراعه علاش ما تشوف شوفوا ذوك الرؤوس الكبار هذوك اللي خاربين المغرب كامل علاش هذوك اللي زايدين في الماكله زايدين في الزيت زايدين في كل شيء اللي زادوا على عائلتك وعلى اللي عائلتي وزادوا على عائلتهم بالبلينا كتجي تشوفوا الدرويش ولا كتخدموا باش ما بغيتو ماشي مشكل باغي دير خدمتك هاني ديني الحبس ديني الحبس والله ما كيكرام دير المشكل فيك شايش من عام أول شكون معايا؟ اسمع سيدي احنا من المفروض تا واحد فينا ما يعيط للاخر بسميته ولكن خلينا نتفقوا باش انت تعيط لي باء وانا نعيط لك الف ما كعجبنيش حرف الالف وعلاش؟ حيش هو اول حرف من كلمة امال وانا ما كنشوف حتى شي امل في هاد البلاد هادي انا بقيتي انت صاحبي تجيب ادوات وجيب بيركار نسيتي بيركار هز بيركار شي هو Thank you.
في ظلام الليل فوق السما ونشوف يا قلب حزين والنوم طار من العيون ينشوف الوقش صعب وحياشي والجديد لا لا فاميلا اصحاب عايش فيها وحيد يا عمرنا غادي غير شمع وكدوم يا عايش عادي وراضي بالمكشوف في الزمن ما بقاش النيايا وبقى غير العيب في الزمن ولاش الصحبة كاتش قصف الشيب يا صلي ولبي دعواش الإسلام يفرج ربي مهما طال الحال دنيا غدارة شحالك فيك تعيش من عام دنيا يا خسارة ما فيها الأمان ما بقى الأمان يا أما ما بقى الأمان هادي عوام وأنا ندفع في الجمال واش ما بغيتوش تنساو هذاك الشيء اللي وقع له راه مزمم عليه من قبل ما يتولد وانتوما فكروا فيه حتى انا ما تفكروش غير فراسكم راه الا بقيتو كتعاملوا هكايا مع المخزون امال الوقت راه غيديوكم ولمن غتخليوني انا غتخليوني ياكلوني الدياب فكروا فيه الله يرحم لكم الوالدين الله يرحم داك الوالد اللي دايرين على قبلوا هذا الشيء كامل اصلا انتي ما غتفهميش ما فهمتش الكونسيبت انتي اصلا الكونفرساسيون ديال لا بروفيزيونيل قولي باش نبقى نشرحوا لك راه انتي اصلا ما غتفهميش لا هادشي راه لا كونجوني فرنا انا المختار انا ما سمعتيش يسرج قال بلاش 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 ناري يبعلوك شنو دابا المرجو جميع الوحدات التحق بعين المكان وعيد المرجو جميع الوحدات التحق بعين المكان مالي روح شكوس سيري الدخل دخلي بحالاش سيري الدخل سدي الباب هبط في الباب تحل غتموت هادشي زعما عندك طريقي بغيتش تبين حنا السوق واخا ولدي معليش راك لوحدين وعلى منك سمعتيني وما ضاموش معانا دابا جوج كلمات كنقولهم ليك يا غادي تهبط عندنا فودو يا غنطلعو عندك فودو وغادي نهبطوك سمعتي وداكشي ديال العالك راه ما عندناش معاه ولدي الله يرضى عليك وانت انت وي وي انت اصلا كعكعك انت جوجكم كعكعك وغتموت والله انت غتموت والله طلع انت طلع بيلي طلع داك طلع فوق زعما بيلي طلع انت 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 غادي نقول ليك غتكرف تسع سنين وهو مشغول اما الغلط ما درناه ماجي خلوص بحالك يلاه خرج من بينا غادي ديرها فينا حنايا سمع نقول لك بوعيد ما كنعاودش هضر الجمر راسي غنعاودها مره واحده يا غادي تخرج عندنا بهدوء يا غنطلعو غادي نهبطو سمعتي قول لي فك الجوع وي الفرد عاد شنو هو راه من الفطور ديال الغدا ما كليش اصاحبي بالعاده ديالي ولدي ما كتفناش شي واحد وما كتفاوضش معاه ولكن تحت مازال صغير شويه ماشي مشكل سمعني يا ولدي راه كنطرك دابا وكنحذرك يا غادي تهبط عندنا يا غادي نطلعو ليك حنا دابا كنهضرو بطريقة سلمية ولكن إلا زادت الأمور على الحد ديالها ما غاديش يعجبك الحال لا أنت لا اللي معاك
سمعتيني؟ فرد ارتاح ما يكون خاطرك ارتاح. حاجة واحدة غتجيبو لينا. اه غنسلمو راسنا. جوج طاكوس بالهريسة، صوص هريسة غتفرشها فوق من الشوط. طاكوس باطوس ونزيد سردين ميكسي شي جو دوغونج ديال التفاح. صوص الجيريا زيد الملحة. جيبو لنا احنا معاك. طلبات ديالكم مقبولة. واخا ماشي مشكل. قلتي ليا طاكوس باطوس بالحار وصوص الجيريا. بيم 149 مرجو تحضير طاكوس باطوز بالحار وصوص الجيريا. شاف بالي هاد المراه حوج بالله وعليك بالي نطلعنا في طون الصحاب لا كون هاني هو النص غادي ياكلو دابا النص غادي ياكلو في الجيب. تشم الريحه ديال الشعير شكون جاو ياك وصلت علينا بقاو شبه ديما